مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. في هذه الحلقه نستضيف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عماد عكوش. اهلا وسهلا فيك دكتور، صباح يسعد الخير. صباحك، يسعد صباحك، صباح المشاهدين. بالمبدا بالجزء الثاني راح ينضم لنا عبر سكايب الصحافي الاستاذ ابراهيم عوض لنحكي عن بعض المعطيات حول عمليه تاليف الحكومه. ما بنعرف يعني شو راح يكون مصيره اليوم، يعقد الاجتماع لا يعقد. على كل حال خلينا نحن وياك نبلش بالموضوع اللي بيمس يمكن اللبنانيين مباشرة بحياتهم اليومية، اللي هو موضوع سعر صرف الدولار انطلاقا من طرح المنصة يلي أعلن عنه من القصر الجمهوري قبل أيام، ويفترض اليوم في اجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في التفاصيل. خلينا نشرح للناس كل ما يتعلق بهذه المنصة، ما لها وما عليها. تفضل. يعني بالنسبة لموضوع المنصة، طبعا المنصة هي بالأساس صدر بالتعميم 149 بنيسان 2020 إنشاء غرفة خاصة بالعمليات بغرفة عمليات مصرف لبنان، منصة بيكون فيها الثلاث أطراف اللي هو مصرف لبنان والمصارف والصيارف من الفئة ألف، مفروض يكونوا ثلاثتهم موجودين وممثلين بهذه المنصة. الهدف الأساسي لهذه المنصة هو طبعا تحديد سعر صرف السوق، يعني وما يكون في تجاوزات كتير كبيرة وتخبطات كتير كبيرة بأسعار الصرف مثل اللي شفناها بالفترة الأخيرة، واللي هي بطبيعة الحال ما كانت بتمثل أبدا سعر الصرف الحقيقي للدولار على الليرة اللبناني. طبعا الكل بيعرف أنه صار في مضاربات كبيرة، صار في دخول لمنصات إلكترونية، البعض منا وهمي، البعض منا كان عم يعرض عروضات، كان بيع أو شراء عروضات وهمية وبكميات كتير كبيرة. طبعا كان في دور للتعميم 154 كمان بهذا الموضوع، وخاصة بالنسبة ل 3% الخاصة بالسيولة الخارجية اللي دخلت فيها بعض المصارف كمان على السوق واشترت كميات من السوق، مع العلم أنه كان التعميم 154 بيقول أنه المفروض هذه السيولة تجيبها من الخارج مش من الداخل. كل هذه العوامل طبعا أدت إلى هذا التخبط. إجا هيدا التعميم اللي هو أساسا قلنا هو التعميم 149 لا حتى يرجع يذكر في حاكم مصرف لبنان وإعادة تنظيم السوق، لأنه ما المفروض ينترك. نعم، بس هون خليني أسألك سؤال بيطرحه الناس، ليش بالأول كان لم يطبق وهلأ صار بده يطبق؟ هلا هذا اول تعليق سمعناه من الناس، انه ليش قبل رفضوا حاكم الناس بيقولوا رفضوا، هلا هو كان موجود ولم يطبق، وليش اليوم بده يطبق؟ هلا حجة حاكم مصرف لبنان كلنا بنعرفها، انه عدم وجود حكومة، وانه هو بيظل عدم وجود حكومة ما راح يكون عنده دعم حكومي لحتى يقدر يدخل على السوق ويقدر يهدي السوق. هذه كانت حجته. والحجة الثانية طبعا الكل كمان كان بيعرفها، انه احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية كانت متدنية جدا. هلا هيدي منا حجة، لأنه بالنهاية عملية التنظيم يمكن نحن ما نحتاج فيها للتدخل مصرف لبنان بكميات كتير كبيرة، يعني نحن بنعرف كل حجم العمليات بالسوق المحلي منا كتير كبيرة، وبالتالي اليوم مصرف لبنان بهذا التعميم كان بيقدر يتدخل فيها شاري وبائع، وبالتالي ممكن يحقق أرباح مش خسائر. لأنه بتعرف أنت اليوم حاكم مصرف لبنان لما بيطلع بنسبة كتير عالية بيقدر يتدخل بائع للدولار بالسوق، ولما بيرجع بتنخفض بيقدر يرجع يتدخل شاري، وبالتالي عم بيحقق وظيفته الأساسية بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسديد، لأنه هي وظيفته بالأساس المحافظة على الاستقرار النقدي مش التثبيت. يعني وهون كان الخطأ الأساسي بالسابق، أنه فات بعملية التثبيت وضحى بكمية كتير كبيرة من عملة الدولار أو من الاحتياط العملات الصعبة. اليوم نحن بحاجة لاستقرار مش بحاجة لتثبيت، وبالتالي اليوم أوكي. اليوم المنصة نشرحها بطريقة مبسطة دكتور، يعني كيف تشتغل وش كيف تتدخل؟ يعني مثل ما قلنا اليوم نحن بده يكون في ثلاث اطراف موجودين بهذه المنصه، المصروف المركزي والصيارف من فئه الف. اوكي، المفروض هو ثلاث اطراف هيدي بداخل هيدي المنصه تتسجل فيها كل عمليات البيع والشراء، يعني للمره الاولى بيسمح مصرف لبنان للمصارف التجاريه تفوت بعمليه البيع والشراء بحسب سعر السوق. انت بتعرف اليوم المصارف بالسابق ما كان بيسمح لها تفوت بعمليه
شراء بحسب سعر السوق. كان مسموح لها تبيع على السعر الرسمي أو تشتري على السعر الرسمي أو بحسب التعميم الخاص بسعر المنصة اللي عم تدفع. كانت في ودائع العملات الأجنبية بسعر 3850. نعم. هذه كان مسموح للمصارف. اليوم بموجب هذه المنصة أو هذا التعميم أصبح يسمح لهذه المصارف أن تدخل وتشتري أو تبيع على سعر السوق لحتى تغذي عمليات أوكي. الاستيراد. سؤالين هون، أول شيء هذا الموضوع معني فيه الفرد أو بس الشركات والمؤسسات اللي بدها تستورد اللي بدها تحصل على كميات كبيرة من الدولار؟ هل هي أول سؤال. هي بتشمل، طبعا هي بتشمل الجميع، بتشمل المستوردين وبتشمل الحالات الطارئة. يعني إذا واحد مثلا عنده حدا برا بده يشتري له دولار لطالب مثلا، مش كل واحد بده دولار بيروح على المصرف بيشتري، يعني لا مش الأفراد. طبعا بده يكون في ضوابط بالعملية، وهيدي اللي كنا حكيناه بالسابق أنه بده يطلع تعميم تطبيقي لهذا التعميم 149. واليوم اجتماع المجلس المركزي طبعا هو بإطار إصدار طبعا إجراءات تطبيقية لهذا الموضوع. يعني اليوم التعميم 149 ما بيكفي لحتى يدخلوا بالعمليات المنصة، لا، بحاجة لتعاميم وإجراءات تطبيقية. اجتماع المجلس المركزي بيدخل بهذا الإطار اليوم. طبعا مثل ما قلت، اليوم هذه العمليات المفروض تتسجل بهذه المنصة أو بهذه الغرفة، كل العمليات، يعني إن كانت بيع أو شراء. ولازم لحتى تنجح هذه المنصة طبعا بده يكون في عنا شفافية بالأرقام. يعني ما فينا نحن المصارف تقوم بعمليات من تحت الطاولة أو تروح للسوق السوداء ترجع. المفروض كل العمليات البيع والشراء تدخل بقلب هذه الغرفة وتتسجل، يعني بده ينعمل سجل رسمي لهذه العملية. أوكي. السؤال هذه كيف بتضبط السعر بالسوق الموازية أو السوداء؟ يعني الناحية الأهم، الناحية الأهم والإيجابية الأكبر بهذا الموضوع إنه أنت هون ألغيت العمليات الوهمية. يعني ما بقى عندك عمليات وهمية، يعني ما بقى حدا يجي عندك يفوت على 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 السوق أو على المنصات الإلكترونية ويعرض كميات كتير كبيرة أو يشتري كميات كتير كبيرة وهي فعليا مش موجودة بأسعار خيالية. اليوم بهذه العملية أنت غايت المنصات الإلكترونية، برجع بقول ضمن الشروط اللي بدها تتحقق. يعني اذا ما تحققت هيدي الشروط نحن ما بنكون لغينا هيدي المنصات الالكترونيه. المفروض نحكي انه اذا طبق ما تم الالتزام به بحذفيره. طبعا بكون انا الغيت هون المنصات الالكترونيه، بكون الغيت العمليات الوهميه. وبالتاكيد المفروض مصرف لبنان هون يتدخل عنده الضروره. ممكن يتدخل مثل ما قلت انا بائع، وممكن يتدخل شاري. مش ضروري دائما مصرف لبنان يتدخل بائع. بيتدخل بائع لما السوق بحاجه بيكون لدولار، دخل شيري لما بيشوف انه والله العملة نزلت اكتر او الدولار نزل اكتر من قيمته. المفروض هو يحافظ على الاستقرار. نحن المطلب لنا مش تخفيض سعر صرف الدولار، المطلوب اليوم هو استقرار سعر صرف الدولار عند قيمة قريبة من القيمة الاقتصادية. اليوم القيمة الاقتصادية لسعر صرف الدولار واضحة قديش هي بالسوق. المفروض مصرف لبنان يكون يعني قديش هي، يعني اليوم كل واحد بيقول اليوم 7000، شي بيقول 8 9 5. اليوم ليه كل ما طولت الفترة القيمة الاقتصادية، يعني كل ما زادت طبعا الفترة، كل ما القيمة الاقتصادية طبعا بدها تنخفض القيمة الاقتصادية. نعم. وبالتالي بدها تزيد سعر الدولار. نعم. الاقتصادي بلبنان. يعني كنا نحكي بالسابع على 5000، اليوم من فترة حكينا عن 6000. اليوم ممكن إذا بتضل الأزمة المالية وبتضل طبع العملة، يعني بالنهاية أنت القيمة بتحددها عملية طبع العملة والتضخم اللي عم بصير عندك بالبلد. كل ما طالت الفترة وما تلاقى علاج خاصة بالنسبة للموضوع يعني المصرفي، يعني كمية لبنان الموجودة بالسوق اللي لا يوازيها بالضبط، وما عندك وعندك عجز كتير كبير بالموازنة عم بيكون، ما في علاج العجز. يعني هول المراحل او هول الخطوات المفروض ينعملوا لاجي انا حدد اقول انا سعر الاقتصادي هلا صار هالقد وما بقى يطلع. اما طول ما هي الاجراءات ما عم تتاخذ والعلاجات ما عم تنعمل، معناته السعر الاقتصادي دائما بيرتفع. هلا بالنسبه للمنصه تنفترض نشات ومشي حالها وكل شيء، على اي اساس بدها تحدد السعر؟ هيدي اللي شرحت لنا اياه هو العوامل. صحيح. بس الرقم يعني صحيح. يتحدد كيف؟ كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كيف بدها؟ المفروض يوميا بتتجمع العمليات. يعني اليوم مثل ما حكينا انه في عمليات بيع وشراء بدها تصير وفي طلبات بدها تتقدم. هيدي الطلبات على اساسها بده يتحدد سعر المنصة. يعني أنا بدي أشوف بالنهاية، أنت بتعرف بالأسعار هي بحسب قانون العرض والطلب. الأسعار بالنهاية هو بيحدد السعر، وبالتالي بدنا نشوف اليوم قديش في عرض للدولار وقديش في طلب على الدولار وقديش قادر مصرف لبنان بنفس الوقت كمان يتدخل. يعني أنا ما في إيجي أقول أنا بس بدي أترك العملية بس للعرض والطلب. يمكن يكون عند العرض
اكثر او الطلب اكثر. فكمان مصرف لبنان بدنا نشوف قديش قدرته على التدخل. مثل ما قلت انا اليوم مصرف لبنان قادر يتدخل بكميات كثير قليله. يعني اليوم انا بدي اقول لك شغله، اليوم حجم الطلب السوق من العملات الاجنبيه بالسوق السوداء هي تقريبا بحدود 8 الى 9 مليون دولار يوميا. وهيدي كيف وصلنا له هذا الرقم؟ يعني هذا الرقم ما وصلنا له هيك، لا. اليوم في عنا حجم الاستيراد الكلي، حجم الاستيراد الكلي تقريبا حجم الاستيراد الكلي تقريبا عندنا وصل لاخر شهر ايلول بحدود تقريبا 9 مليار دولار. هال 9 مليار دولار انا بقول لك ما اجى يعني حتى عمليات التصدير اللي صارت ما اجت وفاتت على السوق المحلي. يعني عمليات التصدير بمعظمها ضلت المال التصدير ضل او بالخارج او فات على الخزانات الشركات وخزانات الافراد. بالتالي عندي 9 مليون دولار، في منهم تقريبا بحدود 7 مليار دولار هيدول مصرف لبنان هو مولهم، لأنه هو عبارة عن سلع أساسية، عبارة عن سلع السلة الغذائية. إذا منش منشمعون تقريبا بحدود 7 مليار دولار. يعني في عنا تقريبا بحدود مليارين دولار هيدول عم ينطلبوا من السوق السوداء، التجار هني عم يطلبوا من السوق السوداء. إذا بتجي بتحسبهم تقريبا يوميا بيعادوا تقريبا بحدود 8 إلى 9 مليون دولار. فهيدا معدل الطلب اليومي تقريبا بالسوق السوداء. هلأ إذا إجا مصرف لبنان وتدخل بهيد القيمة، وما المفروض هو يتدخل بهيدي القيمة، يعني يتدخل أنا بقول يعني يمكن يتدخل ب 20% من هيدي القيمة أو 10% من هيدي القيمة ليحد من المضاربة على سعر صرف الدولار. وبالتالي إذا تدخل بقيمة مقبولة ممكن يوصل سعر صرف الدولار لتحت التسعة. لتحت التسعة. اليوم كمان سمعنا كتير إنه هيدي مثل طريقة هدفها امتصاص الدولار من السوق لمصلحة المصارف، كمان على مواقع التواصل وبالتعليقات سمعنا هذا الكلام وعلى لسان خبراء اقتصاديين معروفين كمان. صحيح الكلام؟ لا، ما فينا نقول انه بالنهاية بدنا نعرف شغل. اليوم بالمصارف في تعاميم بتلزمه ببوزيشن او مراكز قطع معينة، في نسبة محددة من مراكز قطع هيدي المصارف بدها تلتزم فيها، ما بتقدر ما تلتزم فيها. يعني اذا عندها اليوم مال بالليرة اللبناني ما بتقدر تروح تشتري فيه كل الدولار، لأنه بالنهاية في تعاميم تلزمها وفي غرامات على عدم الالتزام بهذه التعاميم. وبالتالي المصارف التجارية اليوم ملزمة أنها تلتزم بهذه التعاميم وما فيها تروح تشتري كل الدولارات من السوق بالليرة الموجودة عندها، لأنه أساسا هي حتى ما عندها الكميات الكبيرة من الليرة. يعني أنت بتعرف اليوم معظم السيولة انسحبت من المصارف أو عم تنسحب من المصارف عم تتخزن بالبيوت. وبالتالي المصارف منين بدها تجيب؟ يعني إذا مصرف لبنان هو ما عطاها الليرة اللبنانية، المصارف منين بدها تجيب؟ وبالتالي إذا بتشتري الدولار بتشتري بالليرة، فإذا مش موجودة هالكميات بالليرة عندها بالمصارف أكيد ما قادرة تشتري الدولار. وبالتالي هيدا العملية اللي عم ينحكى فيها إنه والله بدها تمص الدولار من السوق أو لا، أكيد مش صحيحة. نعم. طيب وبالنسبة لموضوع السعر قلنا فإذا من المتوقع أنه تحت 9000. طيب ليش كمان ولو سؤال مكرر بصيغة أخرى، ليش هذا الأمر ما صار من قبل لمنع ارتفاع الدولار حتى 9000 وحتى 8000 وحتى 7000؟ هلا أنا الأسباب اللي قلت لي إياهم قبل، الأسباب قلت لك السبب في عندك ما في حكومة نعم. وبالنهاية والاحتياطات هيدي حجة كانت مصرف لبنان. هلا أنا بعتقد يعني السبب الأساسي طبيعي هو سبب سياسي، يعني وكلنا بنعرف يعني من وقت اللي استقالت حكومة الحريري السابقة تقريبا مصرف لبنان انسحب من السوق بشكل كلي. اليوم أنت مصرف لبنان بمجرد يتنازل عن هيدي الوظيفة في حدا بده يجي يغطي محله. وظيفة مصرف لبنان كان هو يحدد سعر الصرف، بمجرد مصرف لبنان اليوم يتخلى عن هيدي الوظيفة أكيد يعني طبيعي أنه بده يجي حدا يحل محله. مثل اليوم إذا تخلت وزارة الصحة عن استيراد اللقاح، مش من الطبيعي تيجي شركات او افراد يحلوا محلها وهن يستوردوا اللقاح بالضبط. فبالتالي اليوم حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان كانت هيدي وظيفته، تخلى عنها من الطبيعي انه في شركات او اشخاص او افراد او مضاربين او حتى حكومات تيجي تحل محله وهي تحدد سعر الصرف. طيب اذا بدنا نلخص هذا الموضوع كله سوا قبل ما ننتقل يعني هو عبارة عن حل مرحلة هلا يعني صحيح. وقت إذا بدنا نلخصه هيك للناس بكلمات مبسطة قبل ما أسألك أرجع الأسئلة الجوهرية، يعني هلا
انا بقول شغله انه اليوم ان شاء الله هلأ. ان شاء الله اليوم باجتماع المجلس المركزي هلا يمكن مش اليوم تصدر التقارير التطبيقيه او الاجراءات التطبيقيه، لانه تعميم تطبيقي معين بده يطلع فيه تفاصيل وفيه شروط وفيه اجراءات مفروض يلتزم فيها المصارف ويلتزموا فيها الصرافين، واجراءات خاصه بالغرفه اللي هي بدها تتشكل بمصر. برايك انه المعنى يعني من الطبيعي انه يكونوا المعنيين الاساسيين هن المستوردين والتجار اللي بدهم كميات كبيره من الدولار، المعنيين الاساسيين، هذا الطلب الاساسي صحيح. بس لا يمنع انه الافراد كمان يقدروا يحصلوا ولكن بشروط محدده. هو بمجرد واحد بده يصرف دولار صار بدل ما يروح عند الصراف بيروح على البنك. صحيح. هلا المصارف اجمالا ما بتتعاطى مع الافراد، عاده المصارف بتتعاطى مع التجار. الافراد ما بي يعني ما حدا فرد بيروح بياخذ مصاري منه صراف. لا بسالك لانه في ناس فهموا انه اذا بدي انا 100 دولار صار في لا بروح عند مصرف. لا ما في منها هيدي اكيد على اساس السعر المحدد هذا اكيد لا اكيد لا. لكن طب من الطبيعي لما المصارف بيصير عندها سعر محدد وثابت والصيارف من الفئه الف عندها اسعار محدده، من الطبيعي بقيه الصرافين بده يعني اذا ما التزموا 100% احنا ما بدنا نقول يعني السوق السوداء ما حتلتغى، بدها تضل موجوده طول ما في رقابه ومحاسبه فاعله. والدولة لغاية اليوم للأسف يعني ما قادرة لا تراقب كل الصرافين ولا قادرة تحاسب كل الصرافين، بالتالي السوق السوداء بدها تضل. لكن الهامش الفرق هالحالة انه مثلا مؤسسة معينة حقيقية او وهمية تروح تاخذ دولار من السعر اللي محدده مصرف لبنان من البنك وتروح تفتح فيهم ممكن بشكل غير شرعي برا، شو ممكن نعمل؟ ممكن اللي عم اقول لك لهيك عم اقول لك انه السوق السوداء ما حيلتغى، رح يضل في سوق سوداء. لكن الهامش لا ما بتزيد الهامش الفرق يعني بين السعر اللي بدها تحدده المنصة والبيع بالسوق السوداء ما حيكون كتير كبير. أوكي. لأنه اليوم مثل ما قلنا المبالغ الكبيرة عم بتأمنها بتكون المصارف وعم بتأمنها المصارف من فئة ألف. وبرجع بقول لك اليوم نحن يعني هيدي بس يعني بس لشوي كمان جرب بسط أكتر، يعني هيدي إذا شركة أو مؤسسة أو فرد اللي هو عارف انه مصرف لبنان اليوم قايل انه السعر تقريبا 8500 صح، مش حيروح ياخذ يشتري دولار ب 15000 اكيد مرة. يعني أكيد. هي هون النقطه اللي هي مش هذا اللي عم نقوله، هي مش ما حيكون كتير كبير، يعني هو اصلا مش حيروح. صحيح، لانه بالنهايه في حدا عم بيامنه بهيدا السعر فحكمه بصير بده ينزل. ما هو اذا يعني اذا هو راح اشترى هالكميات الكبيره بالنهايه لمين كان عم ببيعها؟ ما هو كان عم ببيعها للتجار. يعني التاجر اليوم ليش بده يروح يشتري منه اذا قادر يشتري من المصرف، اذا قادر يشتري من الصراف الفئه الف، بل ليه بده يشتري منه بسعر زايد 30 او 40%؟ قادر يشتري مباشره هو وبسعر منطقي ومعقول. نعم. طيب سؤال كمان يعني متصل بس لان الشباب عم يسالوني عم يسمعوك، هذا ما له علاقه بموضوع اللي معه دولار بده يسحبه من البنك. لا هذا موضوع التعميم كمان يعني في لغط الناس بيلتبس عليها، هذا له علاقه بالتعميم 151 مستقل تماما. صح، التعميم 151 اللي هو التعميم 151 اللي بيحكي عن سحب الودائع بالعمله الاجنبيه على سعر 3850، هذا بينتهي مفعوله كمان لحتى نذكر المشاهدين انه هذا مفعوله بينتهي باخر الشهر. هلا المفروض انه طبعا يتجدد وبعتقد انه رح يجددوه لانه ويمددوه لانه بنفس السعر، لانه ما إلنا مصلحه اليوم نرفع السعر، لانه رفع السعر اليوم هيدا بده يكبر الكتله النقديه بالليره اللبنانيه كثير بشكل كثير كبير بالسوق. نعم. انت عارف اليوم معظم السحوبات من المصارف عم بتصير من الودائع بالعمله الاجنبيه على سعر 3850، وعم بيزيد الكتله النقديه بالليره اللبنانيه، هذا اللي عم بيعمل هالتضخم الكبير. اذا بدنا نجي نرفع السعر معناته زدنا الكتلة النقدية اللي عم نكبها بالليرة اللبنانية بالسوق، ولغاية اليوم لأنه كمان ما عالجنا موضوع القطاع المصرفي. أنا يوم اللي بعالج في موضوع القطاع المصرفي ممكن عدل بالإيميل، لأنه بكون أنا عالجت موضوع القطاع المصرفي، عدت ولو جزئيا الثقة بالمصارف لحتى العالم ترجع تتعامل مع المصارف، بس لغاية اليوم أنا هذه الثقة ما أوجدتها، وبالتالي اليوم حرام نروح باتجاه رفع السعر وما عالجنا هذا الموضوع. طيب سؤال كمان، كل الأسئلة مرتبطة ببعضها، يلي معه دولار بالبنك اوكي، في كتار اليوم عم نسمعهم عم بيقولوا انا معي دولار بالبنك ناطر يوما ما يا رح يرجعوا يقولوا لي اسحب شوي بالدولار ولو بشكل مقنن جدا، يا اما رح يعطوني هن باللبناني بس اكثر من 3850. هذا شيء يعني ممكن واحد يقول انا دائما بقول يلي مش بحاجه يتركهم. ليش؟ لانه يوما ما بده يحصل عليهم. هلا انا اللي اكيد منه انه اكيد من هلا لخمس سنين ما حدا يحلم من اللبناني انه يحصل عليهم بالدولار كله. لكن بالدولار صعبه. لا بالدولار اوكي بس كلهم ما بيحلم، بس ولو جزء حتى
جزئية. هلا ما بعرف هلا ما بعرف إذا ممكن من ضمن القانون الكابيتال كنترول يمرقوا إنه مثلا عملية السحوبات اللي هي للأشخاص المضطرين يعني مثل مثلا اللي عم عنده حالة استشفاء، اللي عنده حالة تعليم، اللي عنده هالأمور هيدي ممكن تتمرق ضمن القانون، وهيدي بالمشروع السابق لقانون الكابيتال كنترول مرقت مرروها يعني في حالات معينة الذي لم يقر يعني الذي لم يقر يعني. صحيح هو المشروع هو لغاية اليوم هو المشروع هو ذاته عم يتعدل عليه. شو هي اللي مرقوها انه يقدروا ياخذوا الحالات الخاصة الحالات الخاصة اللي هي التعليم، الاستشفاء، التسديد اذا حد عنده تسديد فواتير للخارج لكن طبعا ضمن قيمة معينة محددة. هيدا رح يضل بعتقد بالمشروع حتى كمان رح يضل. اما بالنسبة لانه عملية سحب الدولار انا بشك انه من هلا لخمس سنين نقد عم بحكي نقدي انه يكون في عملية سحب نقدي بالدولار اكيد شكيت غير شيء نعم شكيت اما حتى تستمر الموضوع اللبناني موضوع مش انه تعديل السعر تعديل السعر اكيد بده يتعدل السعر مع اقرار قانون الكابيتال كنترول اكيد يعني 100% لانه مش بالدولار لانه الناس بالنهايه بدها تسحب مصرياته وبدك تحافظ على قيمتها والا انت شو معنى انه انت ضد قانون الكابيتال كنترول وانت عم تسحب الناس على سعر 3850 وهو السعر ب 10000 ب 11000 يعني اليوم انتبه اليوم انا اذا بدي اطبق قانون الكابيتال كنترول كمان بده يترافق مع معالجة لموضوع الخسائر المصرف لبنان وخسائر الدولة وخسائر القطاع المصرفي يعني في فرقاء اليوم عنده الخسائر المفروض هذه الخسائر تتعالج. هلأ كيف تتعالج من خلال الهيرقات ممكن الهيرقات يعني منه مستبعد لكن الهيرقات أنا بقول في ظلم لناس ليه؟ لأنه اليوم اللي سحب مصرياته طيب هيدا ليش ما بده يشارك بعملية الهيرقات هي من ناحية اللي راح اشترى عقارات أو اللي عنده ثروة عقارية طب هيدا ليه ما بده يشارك بحل الأزمة ما اليوم الموضوع الحل الأزمة لازم الكل يشارك فيها وخاصة اللي هني قادرين اليوم مين القادر بلبنان اللبناني المواطن العادي ما بقى قادر يضحي اللي بدهم يضحوا مثل ما صار بقبرص مثل ما صار باليونان انت بتعرف بقبرص وصل الهرقات لحدود 50% تقريبا على الودائع الكبيرة طيب وانتبه بقبرص انعمل قانون الكابيتال كنترول خلال اسبوعين طب نحن صرنا سنتين واللي هرب هرب اكيد الواضح من حديثك انه اخر شيء لا مفر من اقرار قانون الكابيتال كنترول يوما ما صحيح يمكن هلا من بعد ما اللي ضرب واللي هرب هاي مش هاي القضيه هلا ولكن لا مفر بس انه شو بقعد بفيد اذا من بعد كل هذه المرحله اللي مرقت هذا اللي عم بقوله بفيد للمستقبل بفيد اول شيء للمستقبل لانه اليوم لغايه اليوم يعني اذا انا بجي بنحكي عن الاحتياط العملات الصعبه طيب احتياط العملات الصعبه بسنه 2020 نقصد تقريبا بحدود ال 11 مليار دولار اذا بتيجي بتطلع على حجم الصادرات اللي هي مولا مصرف لبنان طب هي ما تتجاوز 7 مليار دولار يعني عندك في نقص بحدود ال 4 مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان طب هدول الاحتياطات وين راحوا السؤال يسال وين راحوا هال 4 مليار دولار طيب يعني هذا بيعني انه لازال في عمليات سحب وتهريب للدولار لغايه اليوم طب هذه كيف بنوقفها انا بقول لك اليوم المصارف ومصرف لبنان ما قادرين ليه لانه في اشخاص عنده النفوذ سياسي ونفوذ يمكن امني بعض الاحيان قادرين يضغطوا ويسحبوا مصرياتهم بينما المواطن العادي ما قادر لذلك لابد من قانون كابيتال كنترول لحتى يحمي المصارف بالدرجه الاولى يعني نحن كمان هدفنا حمايه المصارف لحتى نحمي المودعين اذا انت ما حميت المصارف ووقفت السحب والتهريب رح يضل عملية التهريب إذا ما أقرت قانون الكابيتال كنترول نعم طيب لنكمل بعد بالشق اللي معه أنت برأيك أو نصيحتك إذا بدنا نقول للي معه دولار ومش محتاج لهم بشكل ضروري بالبنك يتركهم هلا صحيح يعني آخر شيء يوما ما يا رح يرجع ياخذهم بالدولار حتى صحيح لو جزء صحيح يعني صحيح صحيح يا بده ياخذ اللبناني على سعر أغلى من أكيد من الحالة أكيد هيدي أول نقطة طيب اللي معه لبناني اللي معه لبنان عم يسمحوا له يسحبهم ضمن حد اقصى ضمن حد اقصى عم يسحبوا كمان الناس احنا سنه وسنه ونص بنسمع انه اسحبهم كلهم رح ياخذوهم بتعرف انا بنقول لك شو بيقولوا الناس صحيح لانه ما في ثقه صحيح اوكي بس انه نزلت قيمتهم
بس صح. انه يعني هذه الشغله ما لها علاج، ما لها علاج، انه لا اكيد لا ما لها علاج، يعني مثل ما صار مع موضوع ال 5 مليون ليره انه حولوا لهم اياها على سعر ال السعر 1005 ضمن الحل الاقتصادي الشامل. صحيح صحيح. اما يسحبوا حل القدره الشرائيه على صعيد المعاشات، وعلى من الصعب انك تجي انت هالكتله النقديه، عندنا كتله نقديه يعني ودائع 20% تقريبا من حجم الودائع عندنا بالليره. ما في تجي انت 20% من حجم الودائع تجي انت تسعرهم على 1005 وتقول لهم ان اصحابهم انه بدفع لكم اياهم على سعر المنصه او على سعر السوق، وانت بتكون عم بتكبر. يعني شو كنا عم نعمل نحن؟ كنا عم نكبر حجم الكتله النقديه بشكل كثير كبير، يعني وخساره اللي اكل الضرب هي القضيه. صحيح. كلها لكل المصريات وباللبناني. ليك بهذا الموضوع، بهذا الموضوع اللبناني بيتحمل جزء من المسؤوليه. ليه؟ لانه اليوم انت حطيت مصرياتك بالليره اللبناني على بطمع انه الفايده عاليه، على طمع ايه انه والله الفايده على الليره اللبنانيه عاليه. يعني اذا واحد اجى قالوا له خذ مصاري حاكم مصرف لبنان، ايه وحاكم مصرف لبنان كل يوم بيطلع كانه يقول انه الليره بألف خير إيه؟ وما في خطر. انا بقول لك يعني الخطا صار مشترك، يعني كان من المصرف لبنان وكان من الاشخاص. يعني اليوم نحن بنعرف، يعني نحن هذا الكلام كنا عم نقوله من زمان، انه حاكم مصرف لبنان عم ينفخ بالون، اخر شيء بده يفجر هذا البالون، اخر شيء بده يفجر. ما في اليوم عمليه تثبيت سعر الصرف الدولار كان خطا كبير. تحرير سعر الصرف هو نعم. هو العلاج الاقتصادي بكل دول العالم. أوكي. اليوم نحن هلا بس هي يعني المشكله هلا اوكي ما عم نقول لا، يعني حاكم مصر لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع بحكم وظيفته انه له سنوات طويله، ولكن هي مشكله سياسيه طويله عريضه قالت 30 سنه. يعني كل ما قام به حاكم مصر في لبنان كان بشكل او باخر في غطاء سياسي من المجالس النيابيه والحكومات، يعني في تركيبه كلها سوا كانت تركيبة. عم تستفيد كانت هيدي التركيبه عم تستفيد. وانا بقول لك اليوم في ناس الشعب استفاد بمحل معين، في جزء من الشعب كمان استفاد. صحيح، بس اخر شيء دفعوا الثمن. يعني عمليه تجميد الودائع بالدولار وعمليه انه انخفاض قيمه الليره اللبنانيه، يعني اخر شيء دفعوا الثمن. نعم. طيب خلينا نفترض هلا لننتقل نرجع شوي نذكر الناس بالحلول الجذريه الممكنه. لنفترض اليوم تشكلت الحكومه، شو بيصير؟ ليك بالدرجه الاولى اليوم عند تشكيل الحكومه، وهيدي الخطوه الاولى اللي لازم تنعمل هو تشكيل الحكومه. اسالك اذا ما تشكلت، لانه احنا ما عم نفترض انه رح تتشكل. صحيح. نعم. بالدرجه الاولى لازم ينراح باتجاه اقرار قانون الكابيتال كنترول. ليك اليوم اذا ما عالجنا الحكومه، يعني هيدا ما بينعمل بالمجلس، بالمجلس النيابي ممكن ينعمل. في خلاف عليه بالنهايه، في خلاف. يعني اليوم انا قريت المشروع القديم، بصراحة كان تارك بعده الاستنسابية عند المصارف. يعني عملية السحب للزباين ترك عند المصارف. طيب ما أنت ما فيك تجي تعمل قانون وتترك الاستنسابية عند المصارف، شو نكون عملنا؟ يعني اليوم إذا أنت تركت هذا الموضوع عند المصارف، يعني لازال أصحاب النفوذ عندهم سيطرة على المصارف، وبالتالي قادرين هن يسحبوا الكميات اللي بدهم إياها. اليوم لما بدك تعمل قانون كابيتال كنترول بدك تحدد القيم لكل العالم، لكل المودعين، تقول لكل مودع قد ايه بيطلع لك تسحب بالشهر، قد ايه بيطلع لك تسحب بالسنه. بدك تقول لكل المودعين كل واحد انت وين بحق لك تسحب وين ما بحق لك تسحب. بدك هيدي بده يكون في عداله فيها على الكل. بالمشروع القديم ما في عداله، الاستنسابية كانت بعدها موجودة عند المصارف، وبالتالي السياسيين أصحاب النفوذ قادرين يفوتوا يفرضوا اللي بدهم إياه، وهذا كان وهون كانت المشكلة. وبعده لهلا ما يعني ما تعالجت هيدي المشكلة بعدها بالمشروع. يعني الحكومة شو فيها تعمل تتعالج؟ بدها تسحب القانون ويتعالج هيدا الموضوع بشكل جذري، ينعمل قانون عصري وواضح ومحدد. عم بسألك أنا أنه إذا المشكلة هي سياسية، ما الأطراف ذاتهم الموجودين بالمجلس ممثلين بشكل أو بآخر بالحكومة، يعني ليش هونيك ما عم يتفقوا بالحكومة بده يتفقوا؟ بده يقتنعوا أنه بده آخر شيء يتعالج الموضوع، وإلا إذا ما اقتنعوا بهذا الموضوع نحن ما بنكون عالجنا المشكلة. يعني اليوم أنا اللي بقر قانون، انتبه، اليوم أنا اللي بقر قانون كابيتال كنترول وما بيعالج لي المشكلة، هيدا بده يعمل مزيد من فقدان الثقة عند المواطن وعند حتى المؤسسات الدولية. حتى المؤسسات الدولية ما بقى توثق بلبنان. يا بدي يروح على قانون أنا يكون يتطابق مع شروط صندوق النقد الدولي، مع شروط البنك الدولي، مع الشروط اللي هي شروط العدالة والمساواة بين اللبنانيين. يا أما ما روح أعمله، خليني هيك أفضل.
مفروض نروح على اقرار هذا القانون. اوكي، غير الكابيتال كنترول. شكرت الحكومه من الاولويات البحث، اعاده البحث بقانون الكابيتال كنترول، وهذه الخطوه الاولى توصل لصيغه صحيح. غيرها الخطوه الثانيه، بدي اروح انا على تحديد الخسائر، بدي اشوف انا الخسائر الحقيقيه قديش هي. يعني اليوم انا بدي اقول لك شغله، بكل دول العالم اللي عانت من دين عام كبير صار في عندها هيدي المشكله، وبالنهايه رجعت حاولت تنزل الدين العام. هيدي قصه الخسائر، هي المشكله اللي واجهت حكومه الرئيس حسان دياب كمان، بدها تعالجها، ما فيها تهرب منها الحكومه. اخر شيء بدها تواجهها، صار في 100 راي وكل حدا بيفتنا بالحيط، يعني بدها تواجهها هلا من خلال اشخاص خبراء مستقلين تحطهم. يعني مش ضروري الوزراء هن يفوتوا يعالجوا هذا الموضوع، بتقدر تشكل لجان وخبراء مستقلين يجي هن يحددوا الخسائر فعليا قديش قيمتها. واليوم مثل ما شفنا انه برفع السرية المصرفية بمصرف لبنان صرنا قادرين إلى حد ما نفوت نحدد فعليا قد ايه خسائر مصرف لبنان. فالمفروض تتحدد الخسائر لأعرف حالي أنا كيف بدي أنا وزع هذه الخسائر. والخطوة الثالثة، أنا أي أسلوب بدي أعتمد؟ بدي أعتمد الهيركت على الودائع، ولا بدي أعتمد أنا ضريبة الثروة؟ في وحده منهم بدها، في خيار منهم بده يعتمد، ما في مجال لحتى اقدر وزع الخسائر. انا في خيار من الخيارين بدي اعتمدهم، يا بدي اعتمد الهرقات هون انه يعني تاخر قانون الكابيتال كنترول بهذه الطريقه وترك الموضوع استنسابي لحتى البعض يخففوا من وقع هذه الامور عليهم. يمكن يعني يمكن بعض البعض ضل يهرب، لانه عارفين انه اخر شيء يا في هيركات يا في ضريبه، يا في ضريبه على الثروه، بنخفف الثروه بتخف الضريبه. صحيح صحيح. لذلك انا قلت انه ضريبه الثروه هي الاعدل، لانه اليوم اللي ما قدر يسحب ودائعه هو اللي بده يتعرض لهيرقات كثير كبير بصراحه. يعني فلا، خلينا نروح على ضريبه الثروه اللي بتشمل الاموال المنقوله والاموال غير المنقوله، وبالتالي حتى نسبه الهيرقات على الودائع، يعني نسبه الحسم من الودائع بتقل. يعني بدل ما اروح انا لحسم بيعادل مثلا 25% على الودائع اللي هي فوق المليون، فوق المليون دولار، ممكن انا بحالي انزل لل 10% إذا أنا فرضت ضريبة الثروة، لأنه هون أنت دخلت يعني كبرت وعاء الضريبي، هون كبرته صارت بتشمل كل الثروات مش بس الثروة النقدية. فهيدي نقطة كتير مهمة. فإذا عندنا الحكومة بتعمل قانون كابيتال كنترول، بتحدد الخسائر وبتروح بتحدد الخيار اللي هي بدها تمشي فيه، يا هير قط على الودائع يا أما ضريبة الثروة. بس هيدا كله بالتوازي مع موضوع صندوق النقد الدولي والتفاوض. صندوق، أنا بأكد لك صندوق النقد الدولي إذا هدول الإجراءات الحكومة ما كانت حاسمة فيهم ما بيدخل حتى. ما بيدخل، بدها تروح تحسم خيارات الحكومة بالأول. يعني أنت اليوم شو النفع تروح تجيب قروض وأنت بعدك عالق بهالفوضى هيدي؟ ما بتنفع، أنت بتكون عم بتزيد المديونية بس، ما إلى ما يعني القرض اللي أنا ممكن يجيب ممكن يأكله السوق، ما له عازي. أنا ما بعتقد صندوق النقد الدولي ممكن يفوت قبل ما تتحدد هيدي الإجراءات أصلاً. هذا يعني أيام حكومة الرئيس حسان دياب قبل الاستقالة، يعني كان النقاش دائر حول هالنقطتين. صحيح. وعلقنا بحلقة مفرغة، وبعدين إجا قصة انفجار المرفأ وراحت الأمور. صحيح. وتأجلت لأنه طبعاً الحكومة استقالت وانتركت الحكومة. عن موضوع الدعم وإلى آخره، اللي كمان السيد حسن نصر الله يعني الخميس حذر من أنه الحكومة إذا ما أخذت إجراءات جذرية وإلى آخره ممكن بعد شهرين تطير إذا تشكلت. هيدا إذا تشكلت، لأنه بدها تواجه أمر من هذا النوع يعني. بس أنا بدي أسألك عن موضوع سعر الصرف الرسمي، يعني كمان اللي أنا عم بيبعتولي على الواتساب الناس شوي يعني فهمنا أنه موضوع المنصة ما قالوا علاقة بموضوع المعه دولار يسحبه من البنك، واضحة. صحيح. بس هيدا الشيء ما قالوا علاقة أيضا بسعر الصرف الرسمي. لا لا، ما قالوا علاقة، يضل في 1005 و3850 أو ممكن يعلى هيدا 3850 هلا مستقبل. هلا مع القوانين والإجراءات الجديدة. نعم. ممكن ينرفع، ممكن 3850. صح. بس السعر ال 1005 شو بيصير فيه؟ بدنا نشوف، ما هون بدنا نشوف نحن اي سياسه دعم بدها تتبعها الحكومه. نعم. سياسه الدعم بدها تضلها موجوده، لانه ما في ما في ما في اليوم سبيل اخر لحتى نقدر نضاين والمجتمع اللبناني يقدر يضاين اذا ما ضل في دعم. هلا اي سياسه بدنا نعتمد، هون المشكله، هل حنستمر بدعم السلع وهذا غلط وغلط أو كبير الأشخاص، او بدنا نروح على دعم العائلات. وحتى بالخيارات العائلات كمان كان في عده سيناريوهات، يعني
حكى اول شيء عن دعم 150 رجع تم رفع الى 300 رجع تم رفع الى عم حكى كان اخر مره عن 600,000 عائله. انا بقول لك شغله اليوم الافضل والانسب هو الذهاب الى خيار دعم العائلات، لكن دعم العائلات بدنا ننتبه لشغله، لما نروح لدعم العائلات بنكون خرجنا القصه من مصرف لبنان. اليوم الدعم كله عم بصير من خلال مصرف لبنان من خلال دعم الدولار، يعني المستوردين للسلع الأساسية عم بيروحوا على مصرف لبنان يرفعوا 1005 وياخذوا دولار ويستوردوا، هذا الدعم اللي عم بيصير اليوم. لما بيصير في دعم للعائلات لا بدها تختلف القصة، لأما القصة بدها تصير يا إما من خلال قروض مثل القرض اللي انحكى عنه 249 مليون 249 مليون دولار، او بده يصير من الخزينه من الواردات مباشره، من الخزينه مباشره بده يتمول. هلا اذا بده يتمول من الخزينه طبعا انت بالمقابل بدك واردات، ما فيك يعني الخزينه اليوم ما فيها تمول، وهذا كمان شرط اساسي لحتى يقدر بنك الدولي يدعمك، انه بدك انت توازن بالنفقات والواردات، يعني ما فيك تفوت على عجز كتير كبير. هيدا التوازن بالايرادات والنفقات بالخزينه طبعا مثل ما قلنا بدك ترفع الواردات لتقدر انت تمول سياسه الدعم اللي انت ممكن تعتمدها. هل حيتم رفع الدولار الجمركي لحتى نرجع نزيد الواردات او لا؟ هون السؤال. وانا بظن اذا رحنا باتجاه دعم العائلات مؤكد بدنا نروح باتجاه رفع الدولار الجمركي. هلا سؤال ولو مكرر يعني هو عم نحكي عن الدولار الرسمي يعني. نعم. يعني تركيبة الحياة السياسية كلها سوا، كل تركيبة لبنان تتلاقى مع يعني ما بتشبه كتير موضوع دعم العائلات كمشروع قابل للنجاح، يعني هي بالعكس نقيضه. صحيح يعني صحيح، لكن اليوم شو البديل؟ والمحسوبيه وما يعني بيقولوا لك رح ننظمها بس بعدين بينخلط الحبل بالنابل. لذلك نحن اول ما حكينا بالموضوع قلنا نحن خلينا لحتى ما يصير في عنا لا استنسابيه ولا زبائنيه ولا حاشي ولا الامور هيدي، خلينا نروح باتجاه دعم كل العائلات، كل العائلات. قديش بده يكون يعني انت بتعرف اليوم نسبه الفقر بلبنان قديش صارت يعني، وحتى اللي كان يقبض كنا نحكي اول شيء انه والله اللي بيقبض 5 مليون ما ضروري يندعم، طيب حتى اللي بيقبض اليوم 5 مليون قديش صار على الدولار ماشي يعني اذا بيجي 5 مليون مين بيقبض 5 مليون اصلا؟ عم نحكي حتى اللي صار كنا نقول بالاول اللي بيقبضوا 5 مليون يا اخي خليهم ما يندعموش بحاجه لدعم لما كنا بال 4000 وال 5000، بس اليوم حتى اللي بيقبض 5 مليون و 6 مليون هذا بحاجه لدعم، وبالتالي اليوم مثل ما قلت مين بيقبض 5 مليون و 6 مليون يعني قديش عددهم؟ قد ايه نسبتهم بدها تكون؟ بالتالي خلينا نروح باتجاه دعم كل العائلات لانه كل العائلات بحاجه، انت عارف اليوم القدره الشرائيه للمواطن اللبناني انخفض بشكل كثير كبير، وشفنا انعكاساتها بالقطاع العام، وشفنا انعكاساتها بالاجهزه العسكريه. مأزونيات بدون يعني في عديد كتير كبير كان بالقطاع العسكري وحتى بالقطاع المدني بالقطاع العام عم ياخذوا مأزونيات غير مدفوعة، شو بيعني هيدا؟ فهيدا خطرة يعني في خطورة كتير كبيرة. اليوم أنا بدي روح أنا هدول الأشخاص ما خليهم يهربوا، كيف بدي خليهم؟ اليوم الدولة ما قادرة تزيد المعاشات، نحكيها بصراحة الرواتب اليوم الدولة ما قادرة تزيد، وإذا زادت للقطاع العام في عنا مشكلة القطاع الخاص كيف بدها تعالجه؟ القطاع الخاص ما قادر، طيب شو بعمل؟ لذلك قلنا خلينا نروح باتجاه دعم كل العائلات، هيك ما بيكون في لا استنسابيه والخطا بيكون يعني كثير قليل، لما انت بتدعم كل العائلات ما بقى واحد يقول لك انا والله فلان عمل لي واسطه وما فلان، ما انت خلص يعني انت ملزم انك تندعم الدعم اللي تستفيد عنه، يعني انه كل عائله بيصير عندها مبلغ معين تشتري شو فيها بالشهر، هيدا بديل الدعم، بس بالمقابل رح يصير البنزين ما بعرف قديش، رح يصير الدواء ما بعرف قديش، الا اذا بدهم يستثنوا بعض القطاعات. لكن تبي لما انا بيجي انا بدعم كل العائلات بمبالغ محدده، هيدا ما نحكي عن السلع الغذائيه يعني صح. لما انا بدعم العائلات بمبلغ محدده وبحسبها انا على الدولار ساعتها لو رفعوا الدعم، يعني انا لما بيجي بدعم كل عائله بمبلغ بحدود مثلا نقول 150 دولار مثلا، طب 150 دولار بسعر اليوم بيعادلوا تقريبا بحدود المليون و800، حتى لو ارتفعت يعني اسعار البنزين، حتى لو ارتفعت اسعار ربطه الخبز، حتى لو يعني ارتفعت يعطوهم كلهم على هالامور صحيح، بس انا بكون انا بهال بهال بهالقصه بكون فعلا انا اعطيت للمواطن مباشره الدعم، بينما اليوم بتكون وفرت المبلغ اللي عم يستفيدوا منه النازحين واللاجئين واللاجئين المقيمين هون واللي هن والتجار، ما ننسى التجار اللي هن عم يستفيدوا من النسبه الاكبر من الدعم. لا بروح انا بدعم هذول، وبالمقابل اذا انا رفعت الدولار كمان هون في نقطه ايجابيه مهمه، اذا انا رفعت الدولار الجمركي خزينه الدوله رح تتعوم وبالتالي الايرادات رح تزيد،
يعني انا بكون عالجت مشكله الموازنه وبكون انا عالجت مشكله الناس، وصلت لها الدعم بشكل مباشر وخففت من الهدر والفساد اللي عم بيصير بموضوع احتياط العملات الصعبه، وبخفف الاستهلاك. يعني اليوم نحن لما بترتفع الاسعار من طبيعه الحال والاجنبي ما بقى يستفيد والطبقه الميسوره ما بقى تستفيد من الدعم، بده يخف الاستهلاك. يعني بدل ما اروح انا ادفع 7 مليون دولار او 8 مليون دولار سلعه استيراد سلع اساسيه بالسنه، يمكن يخف الاستيراد ل 5 مليون. يعني بكل الاحوال في نقاط ايجابيه بالموضوع بنتمنى انه الحكومه تشتغل عليها. يعني هو مثل ما صار، يعني مثل ما صار واضح يعني انه الداء محدد ومشخص، الدواء معروف، يبقى نعرف مين بده يحط الدواء صحيح على معالجه الداء. هذا موضوع الحكومه. بعد الفاصل رح نسال الاستاذ ابراهيم عوض شو عنده معلومات حول اخر تطورات الملف الحكومي، وبنكمل معك بنهايه الحلقه. مشاهدينا فاصل ونرجع لحوار اليوم. عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور عماد عكوش، أهلا وسهلا فيك من جديد. قبل ما ننتقل للأستاذ إبراهيم عوض يلي صار معنا، بدنا نشير إلى أنه بحسب معلوماتنا أنه اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان يلي يفترض يناقش موضوع المنصة الساعة 1 تحدد، يعني خلال نص ساعة ببلش الاجتماع على أمل أنه يظهر إن شاء الله كل ما هو خير. أستاذ إبراهيم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا سجاد ضيفك، أهلا وسهلا. صباحا. نحن كنا عم نحكي مع ضيفنا الدكتور عكوش انه بالموضوع الاقتصادي والمالي صار يعني الداء صار مشخص بشكل جيد والدواء صار معروف، يعني معروفين شو هن الطرق نحو الحل، بيبقى نعرف من سيستعمل الدواء لمعالجه الداء اللي هو موضوع الحكومه. هذا الموضوع عندك، شو عندك معطيات اليوم بهذا النهار اللي كتار ناطرينه من اللبنانيين؟ ما بعرف اذا في اجواء تفاؤليه او ماذا. كل شيء ان شاء الله يكون التحرك الجديد او الاجراءات الجديده مع قصه الموضوع المالي تكون ناجعه، لانه بعتقد سبق قبل هلا وجربناها وما عطت النتيجه. ان شاء الله يكون هالمره غير هذيك المره، نامل زي الفلك. يعني مع العالم انه صار في خيبات امل وصدمات مع الناس ما بقى تصدق شيء. بالنسبه لموضوع الحكومه، يعني طبعا ما فينا يعني ننكر انه جو التشاؤم اعلى من جو التفاؤل، ولو انه مش انه هذا التفاؤل الكبير جدا يعني كما كان في السابق، خصوصا بعد ازاله الجليد بين حسين عون والحريري في اللقاء السابق. حتى الان لا تزال الامور يعني فيها بعض الاخذ والرد وبعض الضبابيه. ولاحظنا اليوم في كثير من الاجواء الاعلاميه والصحفيه وفي منها كلام كثير غير صحيح وتاليف وخبر من هون وخبر من هون، ولكن بعد ظهر هذا اليوم او عصر هذا اليوم شو بيقولوا عند جهينا سيكون الخبر اليقين. نعم. طيب اليوم برايك، يعني اكيد اي تفاوض بين اي طرفين بحاجه انه في حدا بده يتنازل لحدا أو في تنازلات متبادلة بدها تصير. اليوم الخطوة تمام سميها تنازل، الخطوة الإيجابية المطلوبة ممن هي مطلوبة اليوم؟ تكون صريحين قبل كل شيء مثل ما حكينا، هي عملية زيادة. وفي اللقاء الأخير يعني الرئيسان أعلنا عزمهما على تشكيل حكومة، على الوصول إلى تشكيل حكومة. الآن فيني هو شغلة واحدة، أنه يبدو العدد 18 ساري المفعول حتى هذه اللحظة، وما بعتقد رئيس عون سوف عم بحكي وجهة نظر يعني طبعا مع بعض المعلومات سيعارض هذا الطرح، علما أنه لم يعارضه بالسابق. خصوصا هذا الطرح بالنسبة ل 18 صار أفضل، لأن كان قصة العشرين قصة الوزير الدرسي تحقيقا بعد ما طلع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ورفع ايده عن مساله الممثل الدرسي، وانه فيكم تجيبوا ممثل درسي يرضي الطرفين او يرضي الاطراف الدرسيه، بعدين صارت هذه المشكله الدرسيه صارت فينا الامور صارت اصبحت وراءنا او يعني وجدنا الحل. يبقى قصه ما يحكى عنه من قصة وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى ما هنالك. أنا أعتقد هذا رأيي الشخصي، بترجع بالبلد يعني مثل ما حكينا
في تصميم لدى الرئيسين للخروج الحكومي، فين هو الاكثر من هيك؟ اللي مصمم اكثر على التشكيل الحكومي هو الرئيس ميشيل عون، يعني ما معقول باخر حياته ما يكون في حكومه، هو بده اليوم اليوم بده حكومه اليوم قبل بكره. فبتمنى هون كمان على الرئيس الحكومي ان يتجاوب مع الـ يعني الروح الايجابيه اللي بثها العماد هون في اللقاء الاخير، والرئيس الحديدي ابدا هذه مثل هذه التشكيل الايجابيه، بس بدها تتقن الايجابيتين مع بعضها، تكون الايجابيات تغني على ليلاها يعني كما يقال اخي جاد. نعم استاذ ابراهيم، يعني هذا اللقاء يعني هلا ما بنعرف اليوم موعده، واذا ونحكى كمان عن تأجيل ما بدي فوت بهذه التفاصيل، يعني بننطر لنشوف. يعني يعقد بظل مثل ما قلت فيه هذا الجو وكسر الجليد اللي صار قبل، في كمان زيارة نائب سابق وليد جملاط للقصر الجمهوري والمواقف اللي حكاها وكرر انه موضوع التسوية الى اخره، ويمكن اليوم يلتقي الرئيس الحريري او في مفادين من قبل التقوا الرئيس بري ورئيس الحريري الى اخره، والإضافة الى كل ما سبق في مواقف السيد حسن نصر الله يلي البعض اعتبروها نقد لكل ما سبق، ولكن مصادر حزب الله فسرتها انه هي حث. طيب استاذ اخي جاد، اخي جاد انت متابع، انت متابع ككل الاعلاميين وانا متابع، بس انا سؤال بسيط، من الذي اقترح حكومه التكنو سياسيه قبل امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله؟ الرئيس نجيب ميقاتي. يعني اولا طرح السيد حسن نصر الله ليس بجديد، والرئيس نجيب ميقاتي اقترح حكومة تكنو سياسية في عز الأزمة الحكومية، وبعد إذا أنا ماني غلطان بعد استقالة الصديق، بعد اعتذار السفير، السفير وقبل تكليف الرئيس الحريري. نعم بالنسبة للتكنو السياسية سفير قديم وعم يتركز على السيد حسن، في طرح سابق هو الرئيس نجيب ميقاتي، كمان الرئيس نجيب ميقاتي وقت اللي طرح هذه وقت طرح هذا الموضوع يمكن لادراكي انه مساله تشكيل حكومه من اختصاصيين البحث ليست في هذا الظرف بالذات مع هذا الكم الكبير من الازمات والمشاكل، يعني الذي تثقل كاهل لبنان باسره وكل مواطن لبناني. فلذلك هون مساله التكنو سياسي يلا يمكن خارج البحث الوقت الحاضر، مساله التكنو سياسي عم نحكي على شو اسمه تكنو دون سياسيه، هذه المساله هي الان اللي يعني قيد البحث. هلا على كل حال بس بدي الفت انه اليوم الرئيس ميقاتي عنده موعد ببكركي، ما بعرف اذا رح يصدر عنه شيء موقف يرجع يحكي عن هذا الموضوع. نعم طلع عنه ورجع على طلع عنه، وانا ما بخفيك اخي جاد قبل ما اطلع مع حضرتك اتصلت بصديقي الوزير نحاس الذي كان برفقه الرئيس نجيب ميقاتي وسالته شو الاجواء الموجوده من اللقاء، قال لي انه البطريرك متخوف جدا من الوضع الراهن ومن المرحله المقبله، وبيتمنى انه يعني تتشكل حكومه، ولكن الجو كما قال لي الوزير نحاس الجو غير تفاؤلي على الاطلاق، هذا قدرت انا اكتشفته غير تفاؤلي؟ اكتشفته معه قبل ما اطلع مع حضرتك استاذ. الجو غير تفاؤلي؟ الجو غير تفاؤلي نعم. بس ليش هيدا يعني اوساط الرئيس الحريري ما عم تحكي يعني كثير امور، بس اوساط رؤساء الحكومات السابقين من امبارح ومن اول امبارح عم تحكي باجواء غير تفاؤليه. يعني استاذ اخي جاد انت لاحظت انه مع الاسف كما لاحظنا وكما تابعنا كاعلاميين الاجواء التشاؤميه اكثر من الاجواء التفاؤليه، مع الاسف يمكن انا اقول لك في بدايه حديثي انا عم بحكي لتشكيل حكومه نعم. على كل حال مش عم نسمعك بقى استاذ ابراهيم عوض، كان بدي اسالك بعد عن موقف لودريون والاجتماع الاتحاد الاوروبي اليوم والموقف اللي صدر عنه، خلينا نكمل شوي نحن وياك دكتور عكوش بركي رجع زبط الاتصال مع الاستاذ ابراهيم عوض. كلام الاستاذ ابراهيم عوض بيدفعنا للشق الثاني اللي بدنا نحكي فيه، انه اذا لم تشكل الحكومه وين رايحين؟ اللي انت حكيته مش عم نحكي بس عن اليوم، يعني اذا هيدا المسعى هلا الموجود ما وصل لنتيجه الى اين سنذهب؟
استاذ جاد، انت اللي انت حكيته قبل شوي يعني انه الموضوع بحاجه الى تفاهم بالسياسه، يعني حتى الاجراءات اللي بدها تتاخذ اذا ما في الى غطاء سياسي صعب انها تمشي. يعني انا اليوم بدي اقول لك شغله، اليوم لبنان بحاجه لمساعدات كثير كبيره، طب هذه المساعدات ممكن تجي من خلال وزراء اختصاص؟ انا مستبعد. يعني اليوم في حكي مثلا في عن اتفاقيه مع العراق تزويد لبنان بحدود ال 500,000 برميل نفط مقابل خدمات طبيه، طب هيدا ما بتجي هيك شغلات ما بتجي بالسياسه، بدها غطاء، بدها بالنهايه ما بتجي بالاختصاص، بدها بالنهايه غطاء سياسي. ما فينا نروح باتجاه اقرار قانون مثل قانون كابيتال كنترول، مثل الخيارات اللي نحن حكينا عنها ان كان هير قط او ضريبه الثروه، هيدو بدها غطاء سياسي، بدها حدا بالسياسه يجي يفرضها او يقدم اقتراحات قوانين بخصوصها. لذلك اليوم انا باعتقادي اليوم انه وجربنا بالسابق حكومات الاختصاص، بالنهايه الاختصاصيين ما بيقدروا ياخذوا قرارات جريئه بالموضوع السياسي. بس بالمقابل ممكن حدا يقول لك دكتور انه ما كمان الحكومات السياسيه لو عملت شغلة ما كنا وصلنا لمحل ما نحن فيه اليوم. صحيح صحيح، كمان ما كانت قادره تاخذ قرار. صحيح، لانه كمان كان في حدا دول إقليمية ودولية كان في ضغوطات على هالأطراف السياسية. طب إذا كانوا هيدول اللي هن أحزاب ما قادرين ياخذوا هالقرارات، يعني كيف بدهم يقدروا ياخذون اختصاصيين؟ أنا بستبعد بصراحة يعني. نعم، طيب لنكمل بالفكرة أنه إذا ما تشكلت الحكومة، أحكيك بصراحة اليوم حتى موضوع المنصة قد ايه ممكن يخدم؟ ما بعتقد ممكن يخدم لفتره طويله، يعني ممكن يغطي مرحله معينه، مرحله ايجابيه معينه، لكن ما فينا نستمر بالمنصه الى ما شاء الله من دون حكومه ومن دون اقرار القوانين اللي حكينا عنها. اليوم المنصه طيب اذا ضل الهدر او التضخم بالليره اللبنانيه او ضخ الليره اللبنانيه بالسوق نتيجه للاموال اللي عم تنسحب من المصارف، طيب وين منصير؟ صحيح انه اليوم نحن الكتله النقديه اللي هي فعليا موجوده بين ايدين الناس ما بتتجاوز يمكن 25,000 مليار، نحن عندنا تقريبا مصرف لبنان بحسب موازنته حاطط 36,000 مليار هو عمله قيد التداول، بس يمكن في جزء منه اكيد مش بقيد التداول، خلينا نقول 25,000 مليار ليره قيد التداول، ال 25,000 مليار ليره بمقابلهم في دولارات بالسوق بالخزنات، يعني عم ينحكى بأرقام تفوق 12 مليار دولار بالسوق. بالتالي إذا بتجي بتقيس 25,000 مليار ليرة على سعر السوق اليوم بجيبوا 2 مليار دولار، يعني أنت الدولار موجود عندك بالسوق لكن السعر اللي هي مش موجودة، ما حدا عم يقبل يحتفظ بالليرة اللبناني عنده. لذلك لما بترجع الثقة ولو بنسبة ضئيلة عم بتلاقي أنه الانخفاض عم بيكون كتير كبير بسعر صرف الدولار، يعني لما بينزل من 15 لل 11,000 عم تحكي انت تقريبا عن 30% انخفاض منه هين. وانا باعتقادي اليوم اذا الحكومه بتتشكل والحكومه بتكون جديه فعليا، ببين من خلال الاسراع بالبيان الاقرار البيان الوزاري، وببين من خلال الاسراع بمنح الثقه، وببين من خلال الاسراع باقرار قانون كابيتال كنترول، اذا كلهم هدول بيمشوا بشكل سريع ممكن ينزل دون ال 9,000 ليره، يعني عم نحكي عن ال 7,000 ممكن يوصل لل 7,000 ان شاء الله. ان شاء الله. لنرجع لاستاذ ابراهيم عوض المشرف على موقع الانتشار. استاذ ابراهيم ما تواخذنا يعني ما نواخذ الانترنت نحن وياك. كان بدي اسالك يعني اليوم كمان حكينا عن موقف السيد حسن نصر الله وخطوه النائب السابق وليد جنبلاط والى اخره، كمان اليوم خارجيا في يعني مواقف لافته، اليوم وزير الخارجيه الفرنسي لودريان بيحكي كمان انه بدنا نغير طريقة تعاطينا، وكان نصب هذا الموقف للرئيس الفرنسي قبل ايام، وهناك يعني مواقف متشددة اذا بدنا نوصفها من الاتحاد الاوروبي، هيدي كلها مش حتفعل فعلا بمساعدتنا؟ يعني ما بعرف انا الوزير لودريان حطتنا يعني عفوا من هالتعبير حطتنا براسه كل شوية بيطلق موقف يعني بيهبط لنا كل العذاب الموجود فينا وبيهدد لبنان وبيهدد انه لبنان رايح للزوال. يا اخي ما في وطن بيروح للزوال، يعني بده يسمح لنا فيه وزير الخارجيه اي وطن بيروح للزوال خصوصا مثل لبنان. بس هو اليوم مش حاكي عن الزوال، هو حاكي انه الطبقه السياسيه اللبنانيه ما عم تعمل اصلاحات والى اخره، فبدنا نغير طريقه تعاطينا.
على راسي وعيني انا معك، انا معك كلاتنا بدنا، في حدا عم يقول ما بده اصلاحات، بدنا نشوف كيف بتنفذ الاصلاحات، بس انا عم بحكي زوال لبنان، مش هو اللي حكى ولا لبنان ذاهب الى الزوال. على كل حال بس بدي ارجع لك على شغلي قبل ما انسى، باعتبارك سالتني عن الرئيس مئاتي وزياره البرك، لانه في كلام للرئيس مئاتي انه اهم شيء نحن نتمسك بالمبادره الفرنسيه، وهذا تفسيره انه يعني اقتراحه السابق اللي هو تكنو سياسيه بعتقد لم يعد قيد التداول من على القليله من وجهته هو، لانه السبب اقترح تكنو سياسيه لكن تتعارض مع المبادره الفرنسيه. اليوم لما قال نحن علينا ان نتمسك بالمبادره الفرنسيه ونحيي المبادره الفرنسيه، يعني علينا ان نعود الى صلب المبادره الفرنسيه اللي حكومه اختصاصيين فقط. نعم، يعني اليوم نقلت لنا أجواء غير تفاؤلية، شو يعني إذا اليوم لم تكن تفاؤلية هل ممكن أن تصبح تفاؤلية بعد كم يوم؟ يعني شو رح يتغير؟ أنا حأحكي شغلي بس، عم نحكي نحن على الأجواء. أنا مبارحة بصراحة تواصلت مع بيت الوسط وسألت نعم. إذا كان هناك من جديد في موضوع الحكومة، قالوا لي لا جديد، بس ما قالوا لي إنه في تشاؤم، أي في وحدة واحدة تانية. تواصلت أيضا مع القصر الجمهوري، القصر الجمهوري حقول لك إياه بكل صراحة، قالوا أنه هناك أجواء تفاؤلية وخصوصا بعد زيارة النائب وليد جملاط، كما أنهم يأملون من الرئيس سعد الحريري أن يأتي بنسخة جديدة أو بأفكار جديدة مختلفة عما سبق. كمان هن ما كان عندهم هذا الجو التشاؤم، يعني فينا نقول أنه طيب أوساط عين التين شو قالت لك؟ تواصلت معهم؟ نعم أوساط عين التين تواصلت معهم؟ أوساط لواء عباس إبراهيم؟ أوساط عين التين المحركات شغالي، أوساط عين التين المحركات شغالي، وبدهم حكومة امبارح قبل اليوم، والاتصالات مستمرة مع الكل، واللواء عباس إبراهيم ينشط بعيدا من الأضواء، يعني كل الاتصالات كانت جارية بكل صراحة. ويعني ولكن خلينا نشوف نتيجتها، هي ما بتكون هذه النتيجه الا ما يجي جلوس الرئيسين مع بعضهم وتفاهم الرئيسين مع بعضهم، يعني عبسا نحكي من هون ومن هون ونجيب موقف من هون وتصريح من هون الى ما هون. لا نحن ما بنعرف شو عم يحكوا الرئيسين بين بعضهم، بس نحن هيك من شوي نستشف اجواء من اللي بيتعاطوا بالموضوع الحكومي. انا معك عم اقول لك نعم. اجواء اللي بيتعاطوا بالموضوع الحكومي بشكل عام تميل الى التشاؤم وليس الى التفاؤل، هذا اللي عم بحكي انا. بس خليني اقول لك الاجواء الرئيسيه المعنيه مباشره، يعني بيت الوسط والقصد الجمهوري بصوره خاصه، انا ما شفت هذه الاجواء التشاؤميه ولم ارى هذا الكم من التفاؤل، يعني حتى اكون دقيق بالكلام اخي. نعم، شكرا لك استاذ ابراهيم عواد المشرف على موقع الانتشار، على امل نكون نحن وياك بحلقه مطوله بالاو تي في، واهلا وسهلا فيك. نرجع لك دكتور عكوش، فاذا كنا عم نحكي عن موضوع إذا لم تشكل حكومة، طيب هلأ موضوع الاستمرار بالسياسة مثل ما هي، ما عملنا تغيير جذري بموضوع الدعم وما أقرينا، ما بدنا نعيد الأمور ذاتها، قديش بعد معنا مهلة سماح؟ هلأ في موضوع المنصة بده يساعد شوي، الفترة ما بقى طويلة، لا يعني اليوم نحن احتياطي مصرف لبنان يعني قبل الانهيار الكامل ويفرض فرق على الآخر، قديش بعد معنا؟ نحن بحكيك بصراحة اليوم نحن ماكسيموم من هلا لاخر حزيران، اذا نحن ما عالجنا الامور وما عالجنا الامور وما شكلنا الحكومه وكل هالامور هيدي وضلينا بنفس سياسه الدعم اللي هي عم تدعم السلع، نحن رايحين لنقطه ما بقى قادرين نستورد لا محروقات ولا طحين ولا دواء. احكيك بصراحه كنت سألتك بموضوع رفع الدعم، يعني معقول يدخل لبنان بموضوع البطاقة التمويلية مع استثناء الدواء وال يعني هيدي يبقى الدعم عليها كما هو، أنا والبطاقة تشمل مثلا نواحي محددة أخرى؟ هلا هيدي أحد السيناريوهات اللي هي طرحتها الحكومة، هي بعثت 4 سيناريوهات من ضمنها ترشيد الدعم مع البطاقة التمويلية. أنا بصراحة أنا ضد إنه نضل ندعم سلع، لأنه دعم سلع هو مرافق حتى ضد الاستثناءات، حضرتك حتى ضد الاستثناءات، لانه دعم سلع هو مرافق لكلمه هدر واحتكار وتهريب، ما في مجال اليوم اي دعم لسلع معناته تهريب، معناته احتكار، معناته عدم استفاده مواطن. لذلك انا بقول انا ضد دعم كل السلع، حتى تعرفت الكهرباء ضد دعمها، تعرفت الكهرباء لانه حتى دعم الكهرباء مين عم يستفيد منه اليوم؟ الكهرباء شبه مجانيه تقريبا اللي عم يعلقوا،
مش بس اللي عم بيعلقوا، عندك حتى اللي مش عم بيعلقوا، نحكي مثلا عن المعامل، المصانع، المصارف، كلهم هدول بأي تعرف عم يدفعوا اليوم؟ طبقات اللي غنية، أصحاب القصور والفيلات، مين عم يستفيد من دعم الكهرباء اليوم؟ دعم الفاتورة، صح؟ اللي بيدوي لمبة بيستفيد عقد اللمبة، عقد اللمبة صح، هذا اللي عم نقوله، هذا اللي عم نقوله. اليوم الدعم عم يستفيد منه الطبقة الغنية أكثر من والتجار عم يستفيد منه، وأصحاب الشركات عم يستفيدوا أكثر من المواطن العادي، على البنزين وعلى كل شيء. صحيح، على كل هي اللي عم نحكيه، إنه اليوم بس نحكي عن موضوع دعم سلع، يعني عندنا هدر، يعني عندنا فساد، يعني عندنا احتكار. لذلك لا، نحن خلينا نروح باتجاه دعم المواطن مباشرة، بنخفف هدر وبتروح المساعدة مباشرة للمواطن. أنا بس في نقطة هون بدي أحكيها، لأنه انطرح السعر الرسمي وفي ناس كتير سألوني موضوع السعر الرسمي، خاصة للناس اللي أخذي قروض على الإسكان. نعم. إذا أخذين قروض على الدولار، هلا اللي أخذ قرض على الليرة اللبناني ما في عنده مشكلة، بس اللي أخذ قرض على الدولار أنا بعتقد أنه لا، في علاج لها من خلال في قانون بده يطلع في بمجلس الوزراء أو بمجلس النيابة بخص هدول الناس اللي هن أخذين قروض سكنية بالدولار الأمريكي، أكيد في وضع خاص فيهم إذا ما تم تعديل سعر الصرف الرسمي. بس هو حتى مش بس من موضوع السكن، اي قرض ماخوذ بالسابق على الدولار شو يعني بيصير بدون مثلا اذا يعني واحد عم بيقسط سياره مثلا وياخذ قرض من البنك وصار سعر الصرف بدل 1005 4000 بيصير بده يدفع زياده؟ يعني صحيح، بس بتعرف انت الموضوع السكني هو موضوع اجتماعي اكثر من يعني ما نحن عم نحكي سياره، هو موضوع يمكن كماليات، لكن الشقه السكنيه اذا واحد عم يدفع مليون بالشهر بصير يدفعوا 5 مليون بالشهر. هلا انا بدي اقول لك اكثر من هيك، اليوم اكثريه المصارف مش عم تقبل اساسا تقبض بالليره اللبناني، وعم بتحط ايدها على السيارات وعلى عم تحط ايدها، يعني بالنهايه مرهونه هيدي السياره للبنك، يعني مش محرره يعني. لا بس يعني هيدي بتعمل ازمه جديده. اكيد طبعا، بس بعد يعني ما عم نسمع كثير بعد انه بهي الامور اللي عم تتفضل فيها. هلا اللي اخذ السياره على الدولار وعم يدفع باللبناني مكمل باللبناني، مكمل مزبوط، بس في بعض المصارف عم ترفض، في بعض المصارف عم ترفض لانه بالنهايه هيدا الفرق السعر يعني مش عم بيمولوا مصرف لبنان، يعني اللي بده يتحمل كلفته وخسارته هو المصرف. بعض المصارف عم ترفض، بتقول لك انا ليه بدي اتحمل الخساره هيدي مش مضطره. ليه بدها تتحمل الخساره هيدي مش مضطره؟ صحيح، خبريه عظيمه هيدي. هلا بنبشرنا فيها. لكن نلخص يعني باخر دقيقتين من الحلقه، عندنا بعد في نقطه بس بلقط عنها، في عندنا موضوع الدين العام. اليوم مشكله الدين العام تقريبا ما بقى هي المشكله الاساسيه بلبنان. ليه؟ لأنه اليوم الدين العام تقريبا هو بيعادل بحدود 90 مليار دولار على سعر الرسمي، تلتين منه بالليرة اللبناني والتلت تقريبا بالدولار الأمريكي. التلتين اللي هن بالليرة اللبناني إذا بتيجي اليوم بتسعرهم على سعر السوق تقريبا بتعادل قيمتهم بحدود 6 أو 7 أو 8 بحد أقصى، إذا أخذناه على 10,000 8 مليار دولار. هذا الدين بالليره اللبناني. الدين بالدولار بينقسم جزئين، في دين خاص بقروض وقروض دوليه، قروض خارجيه، وفي قروض هن له علاقه باليورو بوند تقريبا قيمتهم شيء بحدود 29 مليار دولار. هول السندات اساسا نزلت قيمتهم بالسوق. يعني اليوم انت بتعرف السند اليورو بوند نزلت قيمته لل 10 سنت تقريبا، يعني عم نحكي عن 10%، يعني ال 29 صاروا مليارين و900. يعني اذا بتيجي بتحسب انت اجمالي الدين العام بقيمته الفعليه اليوم، بقيمته البريزنت فاليو تاعه اليوم، ما بيتجاوز قيمته تقريبا 12 ل 13 مليار دولار. الدين العام عم بحكي 12 خلي 15، يعني اذا بدنا نكون كثير متشائمين 15 مليار دولار هو قيمه الدين العام كله اليوم بالقيمه الفعليه. المشكله عندنا هلا ما بقى هي الدين العام اكثر ما هي مشكله الودائع. نحن عندنا مشكله اليوم هي مشكله الودائع مش مشكله الدين العام. مشكلة الودائع اللي هي الناس حاطة ودائعة بنسبة تفوق 80% بالدولار، وهو الدولار مش موجود، وحتى الليرة اللبنانية مش مسمح له يسحبهم. فعنا المشكلة الأساسية هي بالودائع. لذلك أنا قلت لابد من الذهاب إلى معالجة موضوع القطاع المصرفي. المرحلة الأساس والأهم بالمعالجات هي معالجة موضوع القطاع المصرفي من خلال قانون الكابيتال كنترول، وما بيكفي قانون الكابيتال كنترول، لا، ما قانون الكابيتال كنترول هو بيعالج لي الموضوع القديم،
طيب أنا كيف بدي رجع الثقة؟ لأنه اليوم إذا أنا ما رجعت الثقة للقطاع المصرفي، احتياط العملات الصعبة بده يضل على انخفاض. كيف بيتمول احتياط العملات الصعبة بمصرف لبنان؟ من خلال الودائع، من خلال ودائع جديدة. بدك تجيب ودائع جديدة على المصارف لحتى تغذي احتياط العملات الصعبة بمصرف لبنان، لأنه بينحط جزء منها بمصرف لبنان. بدي عالج أنا موضوع القطاع المصرفي، خاصة بالنسبة للثقة اللي بدي أنا ردها للمصارف لحتى ترجع العالم تحط ودائع بالمصارف. كيف؟ طبعا من خلال تشريعات جديدة. بده ينعمل تشريعات جديدة، ويمكن بالموازنة، موازنة 2020 على ما أعتقد أو 2021 كان محطوط مادة خاصة بالودائع الجديدة، ضمانة الودائع الجديدة. يعني اليوم إذا الشخص بده يحط وديعة جديدة بالبنك، مضمونة بدها تكون بالقيمة وبنفس العملة وكاش، مش تشيك مصرفي مثل ما عم يعمل بتعمل المصارف هلأ. برد المصرف تشيك كاش وبنفس العملة، وبنفس العملة. يعني إذا حط دولار بده يقبضها دولار وكاش. هيدي أحد الأمور المفروض تتعالج. نتمنى أنه هلأ مع الحكومة الجديدة يلاقوا حل موضوع القطاع المصرفي بأسرع ما يمكن، لأنه هو نقطة البداية بعلاج الأزمة الاقتصادية بلبنان. دكتور، دايما يعني بكل حواراتنا نحكي بالشأن المالي والنقدي أكثر ما نحكي بالشأن الاقتصادي. يعني اليوم كأنه ما حدا عم بيفكر برؤية اقتصادية بعيدة المدى للبنان. يعني كيف بنشجع الزراعة والصناعة، كيف نعيد نفعل السياحة بهذا الموضوع. دائما لما بنحكي انه اقتصاد راعي واقتصاد منتج، يعني اذا بدنا نعمل شيء خطوه تخلق صدمه ايجابيه تنقلنا نقله نوعيه باتجاه الانتاج، شو لازم نعمل؟ استاذ جاد، اساسا بكل دول العالم ما حدا بيحكيك بموضوع الاقتصاد. تعرف ليش؟ ليش؟ لانه في عندهم تعويم لسعر العمله. اليوم اللي بيعدل وبيحسن الاقتصاد هو تعويم سعر العمله. لو بالسابق تم تعويم سعر العمله وما تم تثبيته، ما وصلنا لمحل يعني منه لحاله يصير الاقتصاد مجبور. بالضبط. اليوم انا بدي اعطيك مثال. اليوم قديش حجم الاستيراد للسلع؟ نحكي الاساسيات مضطرين نستوردها لانه ما عندنا اياها، يعني البترول، النفط، المحروقات، الطحين، الدواء. حتى الدواء اليوم في جزء اساسي صار عم يتامن داخلي. ليه؟ لانه كلفته اقل. بالتالي اليوم بمجرد انا عدل بسعر الصرف، من الطبيعي انه المواطن اليوم يروح يزرع، من الطبيعي أن المواطن اليوم ينمي ويفتح مصانع جديدة، وهذا اللي عم بصير اليوم. يعني شفنا بالزراعة كيف العالم كله رجعت على الزراعة. هو بالمرحلة قبل كنا حتى نستغرب أنه أقصد شغل أنه نصير نقرأ على العلبة أنه هيدي عم جيبها من هالبلد ومن هالبلد، ليه ما بنعملها هون يعني؟ صحيح. لذلك كنا تعودنا على هالطريقة. نحن الاقتصاد لحاله بيداوي نفسه لما انا بكون حاطط له الاسس اللي لازم يمشي عليها. بس بدها القصه تحفيزات وبدها تشريعات معينه. طبعا تحفيز ودعم. هيدي الحوافز هلا بقول لك انا مش بحاجه لها، لا المزارع ولا الصناعي هلا. بس اكيد اذا الاقتصاد رجع تثبت ومشي حاله، اكيد بده بحاجه للحوافز. ليه؟ لحتى ما يصير فينا مثل ما صار بسنه ال91. نحن بسنه ال91 كان عندنا مصانع كتير وسكرت. ليه؟ لأنه الحكومة ركزت، خفضت الرسوم الجمركية وفاتت باتفاقية شراكة، وفاتت كل هالاتفاقيات اللي عملتها، لغيت الرسوم الجمركية، فاتت السلع الإغراقية على البلد، ضربت الصناعة الوطنية. أنا لما بيتثبت عندي الاقتصاد، بيشفى الاقتصاد عندي بهيدا البلد، ساعتها لازم روح أعمل تشريعات تحمي صناعتي وتحمي زراعتي، تحمي من السلع الإغراقية وتحميل. ليش انا بدي استورد بطاطا بالوقت اللي انا عندي سهل طويل عريض بينتج بطاطا؟ ليه بدي استورد موز؟ انا بصدر موز. بدي استورد، اوكي، بس انا بحمي زراعتي، برفع الرسوم الجمركيه. يعني بصير المستورد اغلى بكثير، فالناس بيضطروا كمان يروحوا يشتروا من اللبناني. بالضبط. مع العلم انتبه، اكثريه الاتفاقات الدوليه بالموضوع التبادل التجاري بتقول انه لما بيكون بلد عم بيعاني بميزان المدفوعات له حق يعدل بالرسوم الجمركية ويعدل بكل الاتفاقية، حتى الاتفاقية العربية للتيسير. لما لبنان، انت بتعرف لبنان عانى كتير بموضوع ميزان المدفوعات من سنة 2011 لغاية 2020، عنا عجز بميزان المدفوعات. كان المفروض يروح باتجاه رفع الرسوم الجمركية بشكل سريع لحتى يعالج موضوع ميزان المدفوعات، للأسف ما صارت. نعم، شكرا لك دكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي والمالي، واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، هم نوصل لختام حلقتنا. شكرا للمتابعه والى اللقاء.